بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا من قائمة ازاي نسأل بالانجليزي للسؤال عن الشيء عشان اقدر اقول ايه الشيء ده او ايه ده. هنستخدم كلمة what يعني ما او ماذا. what ما او ماذا. للسؤال بقى هنقول what is this. what is this. what is this. احنا قلنا في اي سؤال بناخد اخر كلمتين، فهنقول بقى this is، يبقى this is a pen. this is a pen. لما اقول ما هذا، this is a pen، يبقى هذا قلم. this is a book. this is a book. this is an eraser. هذه ممحي او استيكة. this is an eraser. لاحظوا ان احنا استخدمنا هنا a واستخدمنا هنا an. an بتيجي مع حروف اسمها متحركة. e يعتبر حرف متحرك، لكن ال a بتيجي مع باقي الحروف ما عدا الحروف اللي هي بتيجي مع an. في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنعرف استخدامات a واستخدامات an. ده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوفيني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.